مرحبا بكم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة سيدي محمد بن عبد الله. معكم الأستاذ عبد الرزاق العبادي مدير المدرسة. المؤسسة ديالنا الحمد لله منذ واحد تقريبا سنة أو أكثر كتعيش واحد الإقلاع على مستوى الإنتاج البيداغوجي وكذلك على مستوى الإنتاج العلمي، بحيث أننا داخل المؤسسة كنشتغلوا الحمد لله بالهياكل ديالنا، والقرارات الحمد لله اللي كنتاخدوها في إطار الهياكل اللي كيخول لنا القانون، وكل القرارات اللي كنتاخدوها كتعود بالنفع لا على مستوى الطالب، لا على مستوى البحث العلمي، لا على مستوى الجامعة اللي كنشتغلوا فيها. ولذلك بالمؤسسة ديالنا كنعيشوا واحد النوع من المردودية الداخلية اللي ارتفعت كثير، بحيث ان الملفات اللي كانت عالقة ولا كانت مثلا فيها مجموعة ديال الاضطرابات، الحمد لله هذه واحد السنة ولا سنة ونصف تقريبا تغلبنا عليها وحاولنا ما امكن بالمساعده وبمضافره الجهود لا ديال الاطر الاساتذه ديالنا ولا كذلك الاطر الاداريه والتقنيه كذلك وبتضافر الجهود ومساعده رئاسه الجامعه تغلبنا الحمد لله على مجموعه ديال الصعوبات. وحنا دابا اليوم داخل المؤسسه كنعيشوا الحمد لله واحد النوع ديال المردوديه مرتفعه كتجلى في اننا بدينا الموسم الجامعي ديالنا يوم 19 اكتوبر، وحنا بصدد اليوم اننا كنلقيو الدروس بالكومودال، بمعنى ان دروس عن بعد وفي نفس الوقت بالحضور لمجموعه ديال الطلبه. وكنشكر من هذا المنبر مجموعه ديال الاساتذه اللي انخرطوا في العمليه البيداغوجيه من خلال تلقين الدروس ديالهم، وكذلك اللي انخرطوا معنا في العمليه البيداغوجيه انهم نتجوا واحد المجموعه ديال الدروس اللي وضعناها للاشاره ديال الطالب ديالنا. وحنا كذلك على مستوى الاطر الاداريه والتربويه التقنيه داخل المؤسسه كنشكرهم كذلك جزيل الشكر على المجهودات اللي كيقدموا، بحيث اننا تغلبنا على مجموعه ديال الصعاب التقنيه اللي كتعلق بالتعليم عن بعد، ونقدروا نعتبروا راسنا اليوم الحمد لله من ضمن المؤسسات الرائده لا على المستوى الجهوي ولا على المستوى الوطني. يكفينا ان نقول اننا في شهر مارس من دخلنا في اطار التعليم عن بعد كنا المؤسسه الوحيده اللي دارت استعمال الزمان ديال الدروس ديالها عن بعد 100%، وتمكننا اننا نقوموا بجميع الدروس ودرنا عمليه التقويم التقييم والامتحانات كذلك عن بعد، وصدرنا النتائج في الاجل ديالها، وهذا بتضافر جهود ديال الجهة. بالنسبه لتجربه التعليم عن بعد، احنا من ابتداء من 16 مارس يعني فاش جات تعليمات الوزاريه ان التعليم غادي يكون عن بعد، عقدنا مجموعه ديال الاجتماعات ديال الهياكل ديالنا منهم اللجنه البيداغوجيه، وحاولنا نفكروا شنو هما الاليات اللي غادي نشتغلوا بهم باش الطالب ديالنا ناخذوا بيديه وكذلك الطالب ديالنا يكون يكمل الدراسه ديالو. ولذلك في الاسبوع الموالي بمعنى يوم 23 مارس بدينا اننا درنا في المنصات موديل جميع الدروس عبر دعامات مثلا فورما بي دي اف باوربوينت الى اخره، وفي الاسبوع اللي مراه تمكننا اننا نديروا استعمال زمان 100% عن بعد، بمعنى ان كما كان الطالب ديالنا كيقرا حضوريا مثلا من 8:30 ل 10 واحد الدرس ديال جيستيون دو لا تريزوري، ولا كيقراه عن بعد مع نفس الاستاذ الى اخره، واللي تيدي حتى هما كذلك حتى هما كنا كنديروه. زيد على ذلك اننا كانوا ديك الساعه الطلبه ديالنا محتاجين اننا نساندوهم نفسيا. عقدنا سكون ابل لو فوروم دو ليتوديو، منتدى الطالب، وكنا عن بعد، وكنا كنستقبلهم بار نيفو تقريبا اسبوع، وحنا كنستقبلهم بار نيفو من 9 ليلا الى 11 ليلا، لان كنتصادف مع شهر رمضان الابرك، وكنا كنسمعوا الاهتمام ديالهم، كنردوا على الاسئله ديالهم الى اخره. زيد على ذلك اننا درنا لو برينتون دو ليتوديون ا ديستانس، عن بعد، يعني ربيع الطالب عن بعد، ودرنا مجموعه ديال المسابقات من خلالها تمكنوا هاد الانديه ديال المؤسسة
المؤسسه اللي كيشتغلوا في المؤسسه اللي هما 13 نادي معتمده من طرف المؤسسه من طرف مجلس المؤسسه، تمكنوا انهم يوجدوا لي فيديو ديالهم على الانديه ديالهم ويقدموها الى اخره. والمسابقه مازال ما كملاتش، هذه ديال ربيع الطالب، ولكن مازال غادي نديروا لها الدوره ديالها ونكملوها ان شاء الله باش نعطيهم الجوائز ديالهم. بمعنى اننا من مارس الى يومنا هذا انتجنا تقريبا ما يفوق 290 دعامة إلكترونية درناها في منصة مودل. تقريبا درنا جميع الدروس عن بعد 100%، ودرنا التقييمات عن بعد 100%، ودرنا واحد الدراسة داخلية شاركنا فيها الطلبة ديالنا عن بعد، العملية ديال التقييم ديال هاد ديال التجربة ديال المؤسسة ديالنا، وصدرنا النتائج ديالها، وكانت النتائج الحمد لله مشرفة. كانوا بعض الإكراهات التقنية اللي هي عادية، كانوا بعض المسائل اللي كنا يلاه كان احنا براسنا كندربوا عليها وكانت مرسوا عليها، ولكن كانت الى بغيتي تقولوا لا ساتيسفاكسيون، بمعنى ان كان الطالب بمعنى انه مرتاح لهذه العملية، وبالعكس تيقول بانها كانت جد مفيدة بالنسبة للمؤسسة ولا اليوم.